أجمل التحيات لكم مشاهدين، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج خدمات اقتصادية. مشاهدينا الأعزاء، ترشيد الطاقة الكهربائية هو عنوان له تبنى عليه أسس وخطط ومشاريع مستقبلية متعددة الاتجاهات، وذلك من لتحقيق الأهداف. فإلى أين وصلت الأعمال في هذا المجال، وهل هناك من جديد لجانب الخطط الموضوعة، حيث تمت الإشارة إلى ضرورة ترشيد الطاقة مرارا من قبل المعنيين لإعادة النظر بالواقع الكهربائي، وأيضا هناك الشبكة القديمة التي تشكل فاقد للطاقة، وهل من إمكانية لتحويلها من هوائية إلى أرضية طبعا للحد من هدر الطاقة الكهربائية. بسرني رحب بضيفي الأستاذ أحمد قرقماز، رئيس دائرة حفظ الطاقة في شركة كهرباء اللاذقية. يسعد أوقاتك أستاذ أحمد، وأهلا ومرحبا بك. نحن بنعتذر عن التأخير يعني عن البرنامج. بداية أستاذ، يعني ماذا عن عمل شركة كهرباء اللاذقية في مجال ترشيد الطاقة الكهربائية؟ ولكن يعني وقت اللي بدنا نحكي عن ترشيد الطاقة الكهربائية، يعني أنتوا عم ترشدوا الطاقة الكهربائية من خلال هذا الانقطاع، يعني انقطاع الكهرباء يعني على يعني ثلاث ساعات، وأحيانا نحن عم نشوف مناطق عم بيكون في انقطاع الكهرباء حوالي 4 ساعات، وأحيانا إنه بيكون التقنين لمدة 3 ساعات، بتكون جاي الكهرباء تقريبا مدة ساعة ونص يعني أو ساعتين، وهذيك الساعة أنتوا يعني بتقننوها أو بترشدوها من عندكم. تفضل أستاذ. السلام عليكم أولا، وأبتدأ حديثي بالرحمة على شهداء الوطن والشفاء للجرحى والنصر المؤزر والمؤكد إن شاء الله لهذا الوطن. بالواقع من خلال ما تفضلت به، نحن في هذه الفترة وبسبب الظروف الراهنة بأمس الحاجة إلى ترشيد الطاقة الكهربائية. هلا في حال وفرت أي مادة يعيش الإنسان في بحبوحة في هذا المجال. صحيح. على العكس تماما، كوننا نحن بحاجة إلى الكهرباء حاليا، فيكون للترشيد أهمية أكبر وأعظم من الحالات التي كانت قبل الأزمة الحالية. في هذا المجال تسعى وزارة الكهرباء وشركات الكهرباء، ومن ضمنها بالتأكيد شركة كهرباء اللاذقية، إلى العمل بشكل مستمر على ترشيد الطاقة الكهربائية ورفع كفاءة الطاقة الكهربائية، وهما مفهومان سوف نتطرق إليهما بعد قليل. نعم. الغاية الأساسية من هذا التقليل ما أمكن من فترات انقطاع التيار الكهربائي. نعم. نحن نعلم أن المواطن ونتيجة حرمانه بعض الفترات من الكهرباء يقوم باستخدام الكهرباء بشكل شبه جائر في الفترات التي يأتي فيها التيار. نعم. كنوع من التعويض. نعم. وهذا بالواقع تصرف نحن نعتبره خاطئ. نعم. هلأ أستاذ، يعني ترشيد الطاقة يعني له شقان. نعم. فني. نعم. وإرشادي. ماذا عن لنبدأ ماذا عن الفني ومن ثم نأتي على الإرشادي، ولكن رح نوه على رقم التليفون للإخوة المشاهدين اللي انضموا لمتابعة برنامجنا 429 200 429 200، يلي بيحب طبعا يتصل ويستفسر، يعني يحب يطرح أي سؤال للأستاذ أحمد قرقماز، رئيس دائرة حفظ الطاقة في شركة كهرباء اللاذقية. تفضل أستاذ. طبيعة عمل دائرتنا هو فعلا كما أسلفتي ينقسم إلى شقين أساسيين. شق فني نقوم من خلاله بزيارة مواقع اقتصادية، مصانع، معامل، منشآت خدمية، مشافي وما إلى ذلك، الأماكن التي يتم فيها استهلاك كميات كهربائية كبيرة. نستخدم أجهزة قياس فنية، نستخدم إحصائيات، نقوم بجولات بدراسة واقع استهلاك الطاقة في هذه المنشآت، وبالتالي بالنتيجة وبنتيجة تحليل المعلومات التي حصلنا عليها نقيم أو نقف على إمكانية ترشيد الطاقة في هذه المنشأة أو في هذا المبنى مثلا. وهذا الجانب من العمل هو جانب يحتاج إلى صرف مبالغ مادية من أجل التقليل من استهلاك الطاقة الكهربائية. كمثال حتى يكون الكلام واضح، مثلا في معمل ما قد يكون هناك خط إنتاج متقادم وهو مستهلك للطاقة بشكل كبير، نتيجة القياسات والدراسة نقترح على الإدارة باستبدال هذا الخط بخط إنتاج حديث كفؤ
ذو استهلاك أقل للطاقة الكهربائية وبمردودية وإنتاجية أعلى. طبعا دفع مبلغ ثمن خط الإنتاج الجديد يسترد من خلال ما يتم توفيره من كميات في الطاقة خلال فترات استرداد تتراوح طبعا حسب كمية الطاقة المستهلكة في هذا الخط ونوعيته والغاية منه. هذا الجانب الفني نعم. لعمل دائرتنا طبعا نعم. ماذا عن الإرشادي؟ الجانب الآخر هو جانب تثقيفي توعوي إرشادي نعمل من خلاله على نشر ثقافة الترشيد في الطاقة الكهربائية في استهلاك الطاقة الكهربائية، ونقوم من خلاله بجولات ميدانية على كافة قطاعات المواطنين حسب المواسم. مثلا في أيام المدارس نقوم بجولات على كل المدارس، نقوم بتوزيع بروشورات، ومعنا نماذج كثيرة منها تحتوي البروشورات تبعا لكل فئة وبما بالمستوى التي تستوعبه، تحتوي على طرق ترشيد الطاقة الكهربائية في مختلف الأدوات الكهربائية المستخدمة في هذا القطاع. من خلال هذه الزيارات نستطيع أن نوصل همومنا ونوصل معاناة شركتنا ووزارتنا لاستهلاك الطاقة الكهربائية، والتي يجب أن يكون دائما المواطن هو الطرف الثاني في المعادلة من أجل التقليل ما أمكن من استهلاك الطاقة الكهربائية، وبالتالي التقليل ما أمكن من فترات التقنين وانقطاع التيار الكهربائي. إذن أستاذ، يعني من خلال حضرتك يعني تحدثت عن يعني الشق الإرشادي، يعني الشق الإرشادي أنه حضرتكم أنتم عم تتوجهوا من خلاله إلى الناس بإرشادات يعني حول يعني استثمار الطاقة الكهربائية بالشكل الأمثل. من خلال كما ذكرت من خلال بروشورات ندوات وأيضا مطبوعات يعني الناس يعني تصل إلى أيدي الناس، وأيضا يعني كمان عم نشوف من خلال الإعلام يعني دائما يعني من خلال وسائل الإعلام يعني هناك أيضا يعني دائما هذا الموضوع من يعني لترشيد الطاقة الكهربائية. طيب أستاذ، نحن الآن في حالة تقنين، كيف ممكن نتوجه للمواطنين يعني لاستخدام التيار الكهربائي يعني بالشكل الأمثل؟ انت ذكرت من شوي انه وقت نحن في عنا تقنين للكهرباء صحيح. من قبل يعني مديرية الكهرباء، ولكن بنعرف نحن انه في ناس بتضل ناطرة على هالثلاث ساعات، يعني ثلاث ساعات بثلاث ساعات انه الكهرباء، في ناس يعني بتضل ناطرة انه هالثلاث ساعات، في ناس عندها ست البيت عندها غسيل عندها كوي عندها يعني الاعمال المنزلية، يعني يا دوب تجي بهي ثلاث ساعات لحتى انه تقدر تشتغل شغلة. طيب هون كيف نحن ممكن يعني نتوجه للمواطنين انه يستخدموا يعني بالاستخدام الصحيح للتيار الكهربائي في حال يعني طبعا يعني مع التقنين في فترة نعم. التقنين الكهربائي؟ نعم، في الواقع في هذه الفترة التي يكون الكهرباء متواجد فيها يجب أن نتبع هذا دورنا، يعني هذا ما نريد أن نصل إليه، يجب أن نتبع الاستخدام الأمثل أو الأفضل للتجهيزات من الكهربائية. كيف يعني مثال بسيط؟ يعني سيدة هالبيت ناصرة من الصبح نعم. لحتى تجي الكهرباء بدها تطبخ وبدها تغسل وبدها تكوي وبدها نعم. في كل أداة كهربائية هناك طريقة للاستثمار تكون هي موفرة أكثر من استخدام غير المدروس. يعني مثلا على مستوى غسالة كهربائية يجب أن نضع غسلة كاملة أو وجبة غسيل كاملة بما يتناسب مع الوزن الذي تتحمله الغسالة الكهربائية. هذا يوفر الماء ويوفر الكهرباء ويوفر حتى مسحوق الغسيل ويوفر حتى في عمر الغسالة، يعني بدل ما نغسل 3-4 غسلات ممكن نغسل احنا غسلة واحدة. إذا يتم تجميع وتصنيف الغسيل يتم ضبط درجة الحرارة يتم ضبط الحرارة على حسب نوع الغسيل. طبعا هي معلومات يمكن سيدات المنازل أكيد يعلموها جيدا، حسب إذا كان الغسيل ملون درجة حرارة أخفض من درجة حرارة الغسيل الأبيض وما إلى ذلك. نفس الكلام بالنسبة لكي الملابس، يعني الكثيرون ينتظرون مجيء الكهرباء لكي يقوم بعملية كي لقطعة واحدة لأنه مضطر للذهاب مثلا في لقاء أو مشوار لنقل أو ما شابه. إذن يجب أن يتم كي دفعة كاملة من الملابس، لأن المكواة عندما تصل إلى درجة الحرارة المناسبة تصبح مستهلكة للكهرباء بشكل أقل. نعم. هاي مثالين بسيطين يعني. نعم. إضافة إلى ذلك
مهم جدا أن يقوم المواطن بإطفاء كل التجهيزات عند انقطاع التيار الكهربائي في فترة التقنين، لأنه قد يخرج من المنزل ويعود فتعود الكهرباء في الفترة اللاحقة وكل تجهيزاته تعمل بلا مبرر. هاي أيضا ملاحظة نعاني منها، وأحيانا في فترات الشتاء كان هذه الظاهرة كانت تسبب فصل مركز التحويل الذي صحيح. موجود في الحي، بسبب أن كل يعني المنازل كل المنازل تركت أجهزتها بالكامل تعمل. سيتم سحب تيار كبير من مركز التحويل يتجاوز التيار الأسمي، مما يؤدي إلى فصل قاطع لحماية المركز، وهي عملية يعني إيجابية. إذن هنا عم بيكون حمولات يعني عالية على الشبكة طبعا. ويجب أن عند انقطاع الكهرباء إطفاء المصابيع، إطفاء الأجهزة الكهربائية عموما، وعند عودة الكهرباء أن يكون الإقلاع ما أمكن بشكل تدريجي. نعم. يعني بس إجت الكهرباء نحن شو بنساوي؟ كل واحد بيرفع، بيشغل الغسالة، بيشغل التلفزيون، بيشغل الشواحن، بيشغل المكوات إلى آخره. نعم. إذن أن يكون تشغيل التجهيزات الكهربائية تدريجيا حتى لا يتم سحب تيار كبير من مركز التحويل يؤدي إلى فصل القاطع. هذه من بعض الإجراءات التي يمكن اتباعها في ظل الفترة الراهنة. نعم أستاذ، يعني هناك يعني معلومات تشير إلى وجود خطط يعني مسبقة تعتمد على طاقة الرياح في توليد الطاقة، يعني هل ما زالت هذه المشاريع يعني قائمة لحيز التنفيذ مستقبلا؟ هو في الواقع يعني هون يعني بتروح يعني هي المعاناة حقيقة. نعم. الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي وهي المشاكل يعني اللي عم بتصير من يعني من جراء انقطاع التيار الكهربائي. التوجه الحالي هو باتجاه الترشيد واستخدام الأجهزة الكفوءة أكثر من الطاقات المتجددة. طبعا الأسباب قد تكون معلومة للجميع، في ظل الوضع الراهن تكنولوجيا استخدام أو توليد الطاقة من الطاقات المتجددة كطاقة الشمس وطاقة الرياح هي صعبة الحصول، وإن كانت هناك دراسة وافية وكبيرة ما قبل الأزمة من أجل فعلا الاستثمار في هذا المجال، وهو مطروح وما زال مطروح، ونأمل أن يتم تنشيطه بشكل أكبر إن شاء الله بعد أن يستقر الوضع. نحن نحاول أن نحافظ على أبراجنا الحالية، نحاول أن نحافظ على منشآتنا وشبكاتنا الحالية في ظل الهجمة الكبيرة على تحديدا المنظومة الكهربائية على مستوى القطر، وهذا ما يسبب أحيانا زيادة أو نقصانا في فترات التقنين. قلة الوقود المستخدم، معظم توليد الطاقة الكهربائية هو توليد حراري، وبالتالي تعمد العصابات المسلحة أحيانا إلى تخريب بعض الأنابيب ومصادر الغاز والفيول. مما يؤدي إلى خروج بعض محطات التوليد من الخدمة، وبالتالي نضطر إلى تقنين يعني إجباري. في الواقع يتم إنتاج حاليا ما يقارب 20-25% فقط من الطاقة التي نستطيع إنتاجها، ومحطات محطات التوليد وشبكات التوزيع والتحويل كلها في حال جاهزية تامة، ولكن المشكلة في كمية الوقود الواصل إلى محطات التوليد، يعني أقل حوالي ربع الكمية التي تولد، وبالتالي نحن مضطرين لتوزيع ساعات تقنين على كافة، أيضا بشكل شبه عادل على كافة قطاعات المجتمع، سواء على القطاع المنزلي، على القطاع التجاري، على القطاع الصناعي، لأن يعني إغفال أي قطاع من تأمين الكهرباء له سوف ينعكس على بقية القطاعات الأخرى. ومشكورين المواطنين أيضا بصراحة استطاعوا أن يتأقلموا بشكل جيد جدا مع هذا الواقع، وأن يجدوا مصادر أخرى في فترات الانقطاع، بدائل أيضا من أجهزة عدم انقطاع يوبي السات، من مجموعات توليد صغيرة، حتى البعض يستطيع أو استطاع أن يستخدم خلايا كهروضوئية من أجل شحن بطاريات خلال فترة النهار من الشمس، من الطاقة الشمسية لاستخدامها في فترة الانقطاع. إذن الطاقة الشمسية يعني هيدي موضوع يعني خلينا يعني حقيقة ننوه عليه للمشاهدين بهذا الموضوع. الطاقة توليد الطاقة هي عبارة طبعا باستطاعات صغيرة حتى الآن ما زالت، لأنها حتى الآن تعتبر مكلفة نسبيا، عبارة عن خلايا تستطيع تجميع طاقة الشمس وتوليد التيار. تستخدم لتخزين التيار الكهربائي في بطاريات. البطاريات أستطيع أن أشغل من خلالها مثلا مصابيع إنارة، ممكن تلفزيون إذا استخدمت ما يسمى بالمحول إلى تردد، لأنه التيار المخزن من الطاقة الشمسية هو تيار مستمر، نقوم بتبديله من خلال إنفرتر إلى
تيار متناوب يصلح الاستخدام. هلا كل يعني تقريبا كل العالم صار متوفر لدى الجميع، صار متوفر يعني لدى الجميع، فقط ان يشتروا. اول شيء كانوا الشاحنات طلعوا البطاريات، ما بقى بنعرف هلا بعدين هلا شو بده يكون في. ما ان شاء الله ان شاء الله تلتغى كل هذه الامور وتعود الكهرباء الى وضعها المعروف، وهو كان مقدر قبل هذه الازمه في عام 2011 يعني ان تكون فتره التقنين حتى في ساعات الذروه لا تتجاوز النصف ساعه، كانت يعني حتى في اشد الايام بروده في فصل الشتاء واشدها حراره في فصل الصيف كان من المتوقع ان لا تتجاوز فتره التقنين ان كان هناك تقنين نصف ساعه، ولكن في ظل الوضع الراهن نحن امام واقع يجب ان نتعامل ونتعاون جميعا ونحقق شقي المعادله او طرفي المعادله كما اسلفت، الوزاره او الحكومه والمواطن، من اجل ان نصل الى بر الامان ان شاء الله. معي اتصال. الو الو الو، يعطيك العافيه، اهلا تفضلي. بس انا بدي اسال الاستاذ احمد. أيوة. ليش انه ليش الكهرباء ما عم تجي؟ ما عم نعاني كثير. ما عم تجي لعندكم باي وين انتم ساكنين؟ بالارداحه. بالارداحه. استاذ احمد فينا نجاوبها للاخت المتصله، بالارداحه ما عم تجي الكهرباء؟ بالواقع برامج التقنين تطبق بشكل شبه عادل ما امكن، وكما اسلفت ما يتحكم بنا بهذا الموضوع هي مركز التنسيق الموجود في دمشق او في حماه، في مركزين تنسيق يحدد كمية الطاقة لكل محافظة من المحافظات الممكن توزيعها. طيب يتم التوزيع طبعا في تقنين، في تقنين في كل المحافظات كما اسلفت، التقنين على كل المحافظات وبشبه وبشكل شبه بكمية يعني عادي. منطقيين استاذ، يعني هلا نحن عم نشوف التقنين مثلا هلا ببلاد مثلا ضمن المدينة. نعم. هلا ضمن المدينة بنعرف ثلاث ساعات، ولكن بنلاقي ثلاث ساعات نظامية، وليكن أنا رح أقولك يعني ثلاث ساعات بس نظامية بنشوفها بمشروع الزراعة، بنشوفها بمشروع الأوقاف، بنشوفها بمشروع الراجي مثلا، بنشوفها بمشروع الأول. ولكن خليني أقولك مثلا نجي بنبتدي من مشروع السابع لأوتستراد الثورة مشروع الثامن، بنلاقي هون الكهرباء هي نفس خطة التقنين ثلاث ساعات. بنلاقي انه لا بهيدي المناطق بتكون احيانا اربع ساعات مده التقنين، واذا جابوها ثلاث ساعات بيختصروا منها ساعه، ويا دوب حتى هذيك الساعتين ما في غير الكهرباء. طيب ماشي، عملوا لنا كهرباء تقنين نظامي، ولكن كمان يعني الناس عندها ادوات كهربائيه. صحيح. عم تخرب يعني هلا بتعرف يعني غلاء الاسعار ايضا، يعني مو انه بتجي الكهرباء ومضى وبتكون رجعت طفت، بتكون رجعت اجت، بتكون طيب يعني كمان هون استاذ يعني انا وقت اللي بدي اشوف انه طيب مشروع خليني لك مشروع التاسع اجت الكهرباء بموعد التقنين، شفت انه محملين كتير انه بلشت بطفي الكهرباء، ما بخلي الكهرباء تجي كل خمس دقائق، يعني بخلي الناس مثلا يعني تخسر يعني الادوات الكهربائيه والباهظة السمن، وما بقى حدا هالايام يعني قادر يعني على شراء هذه الادوات يعني حقيقه. هذا الطرح الذي تتفضلين به هو طرح يعني بتمنى يعني انه تلحظوا هذا الموضوع. هو مثل ما نعم قال لك الموضوع يعني متعدد الجوانب، ما ترينه انت مناسبا قد لا يراه الاخر مناسب. يعني فعليا نحن في حدا ما ممكن يرى مناسب انه انا ما بدي الكهرباء تنقطع عندي، انه كل يعني مثلا بالدقيقه مرتين ثلاثه تنقطع الكهرباء؟ لا، الكل ما بيتمنى انه تنقطع نهائيا. لا تنقطع يعني هلا تنقطع الكهرباء بس ما تجي كل دقيقة بموعد التقنين المحدد لهيدي المنطقة أو لهذا المكان، إنه لا تجي يا أما تنقطع يا أما. السبب الرئيسي أنا تحدثت عنه سلفا أن تشغيل استطاعات كبيرة تخرج أو تزيد أو تفيض عن استطاعة مركز التحويل. نحن مع الشركة، نحن مع شركة الكهرباء أن تقطع الكهرباء هون. الفكرة أنه الكهرباء موزعة في شبكات توزيع محددة مسبقا، لا أحد منا كان يعلم أن البلد سيمر في هكذا. صحيح. أزمة. نعم. وبالتالي لا توجد خطوط تبادلية بشكل كبير جدا، ولا يوجد حل سحري وإسعافي سريع. يعني لا أستطيع أن أقطع أنا عن كل حي بحي، كل حي فيه خزانين أو ثلاثة ما يسمى بخزانات أو هي مراكز تحويل بالواقع. يعني أحتاج إلى كم هائل جيش من الموظفين أنه لا يطلع يقطع الكهرباء عن كل حي بحيه. نحن نقوم ب
فصل المخارج من محطات التحويل. طيب كيف هدول الموظفين بيقطعوا الكهرباء فرضا عن مشروع التاسع مثلا عن مشروع الزراعة؟ هذا مخرج، هذا مخرج كامل، هذا مخرج كامل، المخرج كامل من محطة التحويل يمكن التحكم به من خلال العامل الموجود في محطة التحويل بناء على برقية نظامية ترده تبعا لكميات طاقة يجب أن تستهلك في هذه المحافظة ببرقيات أيضا نظامية من مركز التنسيق المركزي. إذا الموضوع ليس كيفي وليس يعني عشوائي. من نتمنى ونرجو ودائما يعني نعول عليه هو تعاون المواطن معنا في هذا المجال بالصيغة التي تحدثت عنها، بأن يخفف ما أمكن من استهلاك الطاقة الكهربائية ما أمكن. أنا لا أقول الترشيد الكهرباء لا يعني نهائيا عدم استخدام الكهرباء، ولا يعني أن نبخل على أنفسنا بهذه النعمة، إنما فقط أن نلغي ما هو زائد ما هو فائض، أن نمنع الهدر في هذا المجال. يعني دائما في مثال ما نقوله نحن في هذا الموضوع، أنه إطفاء مصباح واحد في كل منزل، أن نحن 5 مليون مشترك منزلي على مستوى القدر، مصباح واحد إذا استطعته 100 واط أو حتى 80 واط أو اللي هو راح تطلع عندي أو راح ينتج عندي كمية طاقة كهربائية كبيرة تكفي فعلا لإنارة. يعني استاذ إحنا بنلاحظ كتير ناس يعني إذا ما كان منور البيت كلياته حتى فقط يعني البلاقين اللي لهم تلاقي هذا ما أعنيه وهذا ما أشير إليه، أن نطفئ أو نلغي الأجهزة غير المستخدمة غير المفيدة. لا أقول أن لا نشاهد التلفاز وأن لا نتدفأ إذا كان الجو بارد وأن لا نشغل المكيف إذا كان الجو حار جدا، لا، الكهرباء وجدت لراحة الإنسان، والإنسان عندما توجد كهرباء سوف يستخدمها. كما قلت لا أقول لا نكوي الملابس ولا نشغل الغسالة، ولكن يجب أن نقوم بإجراء هذه النشاطات خلال فترات مناسبة. ودائما أنا هنا أعول أو أذكر بموضوع الذروي أو فترات الذروي، أن الفترة المسائية اللي عم يعاني منها نحن دائما من قطاع التيار الكهربائي هي الفترة من 5 إلى 10 مساء في فصل الصيف. في فصل الصيف ما عند الجميع إيه، فدائما في هالفترة هاي بتكون في عندنا فترة ذروي، فينا نحن نستخدم فترة الليل لاستهلاك الكهرباء. عم تجي من 5 إلى 8، من 5 إلى 8. أنا بقول لك مبارح من 5 إلى 8 واللي قبله الساعة 5 اجت 5:30، 6 إلا ربع، بعد 6 إلا ربع صحيح. ما في 10 دقائق ربع ساعة رجعت انقطعت الكهرباء، اجت تقريبا هذا الكلام في اليومين الأخيرين إن كان يعني هاي مبارح وأول مبارح كان في فترة استقرار سابقة. يعني أنا من سكان المشروع السابع والمنطقة قريبة التي تتحدثين عنها، في الواقع كان في فترة عندك كان في فترات استقرار بالوقت النظامي طبعا، وقطعت ساعة زيادة في البداية ونصف ساعة في النهاية. السبب كلنا نعلم ومن يستمع إلى الأخبار، كان هناك في تعدي على خط لإمداد محطات التوليد، خط غاز الفروكلوس، وبالتالي انخفض كمية الطاقة المولدة على مستوى القطر، وهذا سوف يوزع على كافة المحافظات. هذا أمر طبيعي. نحن معك استاذ، نحن طبعا يعني طبعاً الشعب هذا الشعب اللي صمد 5 سنوات تقريبا على يعني في ظل هذه الحرب وهذا الإجرام يعني من العصابات ومن الدول الإجرامية، بالتأكيد هذا شعب صامد صحيح، ما في اي مشكله يعني صمد بكل يعني كل المجالات ومنها نعم. مجال الكهرباء نعم. ونحن نوجه الشكر له في ولكن هذا المجال. انا وقت اللي بشوف اني انا عندي بهذا الحي الكهرباء، ما عم الكهرباء بضمن مجال التقنين، انه الحي الثاني انه عم تجي الكهرباء نظاميه 3 ساعات ب3 ساعات، برجع بشوف انا بالحي اللي لي انه لا الكهرباء عم يختصروا لي من 3 ساعات ساعه ونص ساعتين، فهون يا هون ببلش بقى العالم بس الصيغه خلينا بس نحن هون نتفق على الصيغه نوجه للناس، لانه هذا الاسئله انا يعني أوكي. يعني أنا الناس حملتني امانه نعم لحتى نعم. اسالك يا انا في شركه الكهرباء نعم. وانا اسال في كل يوم عشرات نعم. المرات عن هذا المجال. نحن بس بدنا نتفق على موضوع انه نحن لسنا مسرورين بقطع الكهرباء عن احد، ونتمنى ان تكون أكيد. الكهرباء على مدار الساعه طول عمر بلدنا قولاً يعني واحدا قدمت وزاره الكهرباء لا نقول وقدم وهذا واجبنا، وقدمت وزاره الكهرباء عشرات الشهداء صحيح. وعشرات الجرحى وحتى عشرات المخطوفين لا. حتى الان من وزاره الكهرباء لانهم يعملون في ظروف ساخنه الذين ينعمون او الذين تتوفر لديهم الكهرباء حاليا بتوجيه نظامي هم المناطق الساخنه فقط لغير نتيجة ظروف أمنية وعسكرية. أما فيما عدا ذلك يتم التقنين
بشكل عادل صدقا الفترات التي تنقطع فيها الكهرباء في الفترة التي يجب أن تأتي فيها أو المفروض أن تأتي فيها، فيكون بسبب أعطال، يكون بسبب أعطال. الأعطال أحد يتحمل جزء منها، جزء كبير منها أعود وأقول المواطن، بسبب الاستجرار الجائر، بسبب الاستجرار الجائر. ونحن لم نتطرق أيضا إلى موضوع الاستجرار غير النظامي من الشبكات، وهو كثير جدا في هذه الفترات. وين هي اللجان يا أستاذ؟ موجودة، موجودة، ولكن انتشر الموضوع. موجودة اللجان وتقوم بعشرات بل مئات الضبوط إن لم نقل يعني شهريا. ورغم هالشهيدة عم نشوف عم يرجعوا مرة ثانية، عم ياخذوا المواطن مرة ثانية، عم ياخذوا موضوع ثقافي. نعم. الموضوع موضوع ثقافي وموضوع قيم أخلاقية وذاتية تتعلق بكل شخص. يعني هذا هو يعني إجرام حقيقي فعلا. حتى أستاذ أنا بقول لك، حتى بقول لك يعني مثلا بيكون بهالحي يعني بتنقطع عندهم ضمن مجال التقنين ثلاث ساعات، بيكونوا ساحبين خط من الحي الثاني. صحيح. صحيح. طيب أستاذ هون، طيب هون اللجان المتابعة من قبل شركة الكهرباء ما عم يلحظوا هذا الموضوع؟ يتابع، أقول، قلت وأقول. نعم. آلاف، عشرات، لن نقول آلاف، عشرات إلى مئات الضبوط تسجل شهريا في هذا المجال، ولكن الظاهرة انتشرت انتشار كبير لدرجة أن الوزارة منذ فترة قريبة خصصت في كل شركة كهرباء مديرية خاصة فقط للمخالفات والضبوط. نعم. أنشأت مديرية كانت على مستوى دائرة مديرية هيدا. كاملة. نعم. وتهتم، وهناك تحديث للقوانين وإجراءات صارمة وشديدة لقمع السرقات لمن يتم ضبطه بالجرم المشهود أنه فعلا يتعدى على الشبكة. هذا كلام يعني أكيد وظاهرة لكنها تفشت، ونتوخى من الجميع أن يشيروا إلى هذه الأماكن ويتصلوا أرقام تليفون فينا الشركة معروفة. رقم أرقام التليفونات الشكاوي، لأنه حقيقة نحن يعني بدنا نكون كلياتنا إيد وحدة، وخاصة في هذا الموضوع. مثل ما ذكرت شركة الكهرباء قدمت من العمال الشهداء. صحيح. يعني شفنا كتير أنه قديش يعني كان يعني عمل لشركة الكهرباء مثل الجندي السوري في الخندق. نعم. يعني حقيقة. نعم. الأرقام التليفونات نتوجه فيها للمشاهدين، في رقم الشركة. نعم. شركة الكهرباء 468-770-771، هذول رقمين أساسيين لمقسم الشركة، يمكن من خلال الحصول على الوصول إلى أي مفصل في الشركة، ومكاتب طبعا مكاتب المدير ومعاول المدير والمكاتب الشكاوي في شركة الكهرباء مفتوحة بشكل دائم لكل المواطنين وعلى مدار الأسبوع. نعم. يمكن أن يراجعوا، يمكن أن يقدموا شكاوى، يمكن أن يعترضوا على أي ظاهرة. الأخت في القرداحة التي اتصلت قد يكون هناك عطل ما، يعني يمكن الاستيضاح عنه من خلال اتصال بشركة الكهرباء. يعني يجب أقول نحن نتوخى أن يكون المواطن متفهم للوضع الراهن، ونحن نعمل جاهدين على إيصال التيار الكهربائي. الأحيان مشوف الريف مظلوم يعني أكثر من المدينة. قد يكون حقيقة ذلك، قد يكون يعني ذلك ويراعى بالواقع. نعم. يراعى أو يؤخذ بعين الاعتبار. المناطق التي تحتاج إلى تغذية كهربائية دائمة مثل أماكن المشافي العامة. مثل أماكن ذات صيغة أو صبغة أمنية أو عسكرية كما أسلفت. وبالتالي من يكون بجوار هذه المناطق قد يكون حظه أوفر في أن يحظى بساعات أطول من التيار الكهربائي، فقط هذا المعيار. أما أن تفضل أو يفضل حي على حي أو ما شابه أو مدينة على مدينة، هذا الكلام بعيد عن الواقع. نحن انتهى وقتنا يعني أستاذ أحمد، ما بعرف نختم تتوجه ب يعني للأخوة المشاهدين. نعم. بخصوص هذا الموضوع يعني وأهميته حقيقة ترشيد الطاقة الكهربائية. أتمنى على الأخوة المواطنين وبشكل أخوي وبشكل يعني ذاتي يعني أن يعملوا جاهدين على تطبيق توصيات وإرشادات توفير الطاقة الكهربائية، وأن يدركوا أن الوضع بمساعدتهم يمكن التقليل من مخاطره، إن لم نقل تجاوزه بشكل كامل على الأقل في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها في هذا الوطن. شكرا لك أستاذ أحمد قرقماز، رئيس دائرة حفظ الطاقة الكهربائية في شركة كهرباء اللاذقية. شكرا لك، وشكرا حقيقة لكل الجهود المبذولة من قبل شركة كهرباء اللاذقية، حقيقة دائما متعاونين. شكرا لكم، والشكر موصول لكم المشاهدين. إلى اللقاء، نلقاكم الخميس القادم بموضوع اقتصادي خدمي جديد. إلى اللقاء.